وما ترون من منافسة الناس على هذه الدنيا في المباني، في السيارات، في الأثاث، في الملابس، في المأكولات، في المشروبات، إنما هو التقليد. فقد يأتي الإنسان بشيء إلى بيته وهو لا يريده، إنما مجرد أن يقال إن فلانا عنده مثل ما عند فلان. ولذا قال تعالى: اعلموا، صيغة أمر تنبيه، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.